مشاهدينا الكرام على الوطنية الثانية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين. والموعد عشية هذا اليوم مع الجولة الخامسة إياب لمرحلة تفادي نزول الجولة 12 بالنسبة لهذه المرحلة، ولقاء مهم جدا كبقية اللقاءات الأخرى. نعرف لكل اللقاءات مهمة في هذه المرحلة وخاصة في مرحلة الإياب بالنسبة لمجموعة تفادي النزول. الفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى من أجل الانتصار بالنسبة للفريقين في هذه المباراة. المستقبل الرياضي بالمرسى للصعود أكثر في سلم الترتيب والاقتراب من الثلاثي الطالعة الملعب الجيبسي، المستقبل الرياضي بجيبس والنادي الرياضي البنزرتي، بينما فريق اتحاد تطاوين من أجل الحفاظ على أمال البقاء بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاء مهم سينطلق بعد قليل بين الفريقين، إلى جانب مرة أخرى المدرب مختار سالم باش يكون معايا في التحليل الفني لهذه المباراة. مرحبا بك مختار. مرحبا بك خويا حافظ، ومرحبا بجميع متابعينا على الوطنية الثانية، وإن شاء الله نقدموا أمسية رياضية طيبة. إن شاء الله نقدموا أمسية رياضية تكون ممتازة اليوم في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين. تشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، هيثم السويعي في حراسة المرمى، ثم أحمد العيادي، مروان الخلفي، ماهر العبيدي، حسام الحبيبي، محمد التويتي، بلال الحذيري، محمد العويشي، لسعد الجزيري، نزار العمري، وخالد يحيى. والتغييرات عديدة عودنا بها طارق ثابت منذ أن اخذها فريق المرسى، يعني فما التغيير على مستوى الرصيد البشري وعلى مستوى التشكيلة الأساسية للفريق في كل مباراة. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين أمامكم في صورة تذكيرية، نعيم المثلوثي يعود إلى حراسة المرمى اليوم بعد المشفى تماما من الإصابة، الهادي خلفه خليل سيسي، لسعد الشعباني، أسامة العمراني، سفيان الهشري، حمدي المسلمي، محمد بن عزيزة، كريم مقني، محمد سيف الدين الجربي، ومحمد عبدالله السوداني هداف الفريق. على بنك احتياط المستقبل الرياضي بالمرسى يوسف الترابلسي حارس مرمى احتياطي، ثم مصطفى الشتاوي، فخر الدين العمدوني، نومبو تالا، تيري ارنست، سامويل بها، وبلال بن مسعود اليوم موجود على بنك الاحتياط قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. بالنسبه لفريق اتحاد تطاوين، حمدي السلطاني حارس مرمى احتياطي، ثم اسامه العلوي، محمود المسعي، محمد الصغير جلاسي، على الدين صالح، رفيق الكمرجي، ومحمد الشنكاوي. سفيان الحدوسي يدير الفريق فنيا بالنسبه لاتحاد تطاوين، وكما قلت طارق ثابت يشرف منذ الجوله الثالثه في هذه المرحله الاخيره من البطوله، يشرف على فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. بعد قليل الحكم امير لصيف باش يعطي اشاره الانطلاق لهذه المباراة، يساعد كل من مروان سعد، المساعد الثاني رمزي بن فرج، الحكم الرابع بديس بن صالح، مراقبي المباراة ياسين حروش، بشير حسيني، ومندوبي الرابطة حافظ عبد الملك، والمختار البلغجي. الكرة في النقطة المركزية للميدان، أمامكم حكم المباراة أمير لوسيف، كما قلت بعد قليل سيعطي إشارة انطلاق هذا اللقاء. وأمامكم الجماهير عادت إلى ملعب نجيب الخطاب بعد ما تسلطت على الفريق عقوبة بثلاثة مقابلات دون حضور الجمهور. اليوم يعود الجمهور في آخر مباراة هنا في تطاوين بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين، لأنه مش يكمل زوز مباريات خارج ميدانه، واليوم يعود الجمهور قلت في آخر مباراة في هذا الموسم هنا في ملعب نجيب الخطاب. وعودة الجماهير تتزامن مع مباراة كما قلت باش تكون مصيرية، وانطلاق اللقاء مشاهدينا الكرام في هذا التوقيت بين الاتحاد الرياضي بتطاوين وضيفه المستقبل الرياضي بالمرسى. وأول كرة تعود من خالد يحيى، والهجوم السريع للمستقبل الرياضي بالمرسى، لكن الدفاع موجود. ترجع الكرة من سفيان الهشري، لكن كذلك دفاع المرسى موجود. الكرة تعود من حسام الحبيبي إلى وسط الميدان، نزار العمري يلعب كرة على الجهة اليمين، ثم لسعد الجزيري، ونعرف تسربات هذا اللاعب بالسرعة والفنيات، لكن الكرة تخرج ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بتطاوين. الدقيقة الأولى مختار، أكيد لقاء باش يكون حماسي اليوم بين الفريقين. أكيد حافظ، مقابلة مهمة برشا، خاصة بالنسبة لاتحاد تطاوين اللي نتيجتها يعني مش قابلة للقسم على اثنين، يعني ربما آخر فرصة لاتحاد تطاوين إذا كان يحب يبقى يعني ضمن فرق النخبة، لابد باش ينتصر اليوم. كيف كيف مستقبل مرسى جاي في محاولة لتعزيز يعني حظوظه في البقاء بالرابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله نتمتع بطبق كروي يعني جميل، ونراو فيه برشا كرة، ونراو فيه أهداف، والانتصار الأفضل إن شاء الله، وللروح الرياضية.
إذا إن شاء الله الروح الرياضية تكون هي المنتصر الأكبر في هذه المباراة مشاهدينا الكرام. والتماسي تنفذ تخلط الكرة إلى مناطق اتحاد تطاوين وعملية نسج الهجوم لكن تقطع من دفاع المرسى. قلت مختار تو نحكيو على التغييرات، وطارق ثابت لا يستقر على تشكيلة واحدة منذ قدومه في الجولة الثالثة في مرحلة الذهاب إلى المستقبل الرياضي بالمرسى. شاهدنا يعني عديد اللقاءات في برشا تغييرات على مستوى التشكيلة، ولو أنه اليوم ثم غيابات يعني اضطرارية بالنسبة لطارق ثابت. هشام الجبالي اللي تلقى إصابة قبل لقاء مستقبل جابس مازال ما رجعش إلى الميادين. فهمي بن رمضان تحصل على الورقة الحمراء في المباراة الماضية، وعبد العزيز غبارو كيف أجرى عملية تمناوله لباس على الزيت الدودية بالنسبة لعبد العزيز غبارو، إن شاء الله لباس بالنسبة لهذا اللاعب. إذا ثم ثلاثة غيابات اضطرارية بالنسبة لطارق ثابت، ولكن غير كذلك حتى على مستوى تشكيلته باعتبار خلى بلال بن مسعود قائد الفريق على بنك الاحتياط، كذلك فخر الدين العمدوني اللي شاهدناه يعني مهاجم في المحور بالنسبة لمستقبل الرياضي بالمرسى، هذا أمامنا طارق ثابت كذلك موجود على بنك الاحتياط مع دخول كل من محمد التويتي في وسط الميدان، كذلك بلال الحذيري ونزار العمري ولسعد الجزيري ربما ياخو موقع المهاجم الصريح. مختار اكيد حافظ يعني بالنسبه للغيابات وللتغييرات، فما صنفين يعني التغييرات الاضطراريه سويت للعقوبات وللاصابات، وفما التغييرات نتاع الاختيارات التكتيكيه، ولهنا المدرب يعني عنده حريه وعنده امكانيه التورنوفر يدور الافكتيف نتاعه. نعرف يعني صعوبه المرحله يعني ودقتها، وربما كل مقابله وحقيقتها. بالفعل كل مقابله وحقيقتها، والمخالفه كنتوا تشاهدوا فيها بالبطيء لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. يبدو لي يمشي للكره خليل سيسي لعب اليساري هو اللي باش ينفذ المخالفه لصالح اتحاد تطاوين جانبيه. كره تجم تكون خطير على دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. والتوقيت دقيقه الرابعه والرسيه خارج الميدان، راسيه جانبيه قلت كره تجم تكون خطيره وبالفعل لكن الرأسية كانت جانبية. شوفوا الإعادة والكرة الرأسية كانت من لاعب لسعد الشعباني، يسعد هذا المدافع قائد الفريق يسعد في الكرات الثابتة ويحاول يستغل طول القامة. تخرج الكرة إلى التماس لصالح الاتحاد الرياضي بالتطاوين، تتعدى الكرة ممتازة كريم مقني، ممتازة الكرة لسيف الدين الجربي لكن تتعدى على سيف الدين الجربي تمشي للحارس هيثم السويعي. هيثم السويعي مازال في الشباك ويحرس شباك المستقبل الذي بالمرسى بعد الإصابة اللي تعرض لها الحارس الأول يوسف طرابلسي، بينما عودة نعيم المثلوثي بالنسبة لاتحاد تطاوين أكيد تعزيز هام لتشكيلة سفيان الحدوسي. أكيد نعرفوا قيمة المثلوثي يعني والشيء اللي قدم فيه لاتحاد تطاوين، وكان سد منيع في عديد المقابلات وخلى فريقه حي وموجود في المقابلات، دونك اليوم إضافة كبيرة يعني للمثلوثي من الجانب الفني ومن الجانب المعنوي للفريق. الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق اللاعب الأسعد الجزيري، وتبقى للمرسى الكرة حسب إشارة مساعد الحكم. الجماهير حاضرة رغم حرارة الطقس هنا في تطاوين، والحقيقة يظهر لي الحرارة عامة اليوم في تونس الكل، ولكن نعرف في الجنوب التونسي تكون أقوى أكثر من 40 درجة يظهر لي اليوم هنا في تطاوين. وبالطبيعة ربي عينهم الملاعبية لأنه ربما احنا في موقع فيه شوية ظل، ولكن نعرف اللي مع حرارة الشمس خاصة يكون المردود يعني ما نجموش نحكموا. مختار اليوم بكل صراحة نعرفوا لأرضية الميدان زادة الصناعية هي بيدها طلع الحرارة وحرارة الطقس، ما نجموش نطلبوا برشا من الملاعبية في المباراة هذه. أكيد إضافة إلى قيمة الرهان يعني الأنجو الموجود في المقابلة وزوز فرق يزيدوا على النتيجة، يعني فما عامل المناخ اللي أثر حرارة كبيرة اليوم تأثر على المردود، ونعرفوا يعني تأثر الجاهزية البدنية نتاع اللاعبين، زيد على ذلك يعني العشب الاصطناعي ونعرفوا يعني تأثيره على اللعب وعلى صحة اللاعبين. الكرة في مناطق اتحاد تطاوين، الأسعد الشعباني يلعب الكرة مع سفيان الهجري والتماس يبقى الاتحاد تطاوين. يتنفذ التماس من الهادي خلفه والمحمد سيف الدين الجربي، ولكن ثم راية ضده، الكرة ترجع لصالح المستقبل الذي بالمرسى. قلت رغم حرارة الطقس الجماهير تحولت بأعداد محترمة لطبعا يعني تأمين الدعم المعنوي المطلوب لأبناء سفيان الحدوسي.
في مباراة الموسم نجم نقوله بالنسبة للفريق المحلي الاتحاد الرياضي بتطاوين. وترجع الكرة من دفاع المرسى مباشرة إلى خارج الميدان. التماس يتنفذ من سفيان الهشري، يلعب الكرة مع الأسعد الشعباني، أسامة العمر، أسامة العمراني يعطي كرة لعبدالله السوداني، سحب 7 أهداف إلى حد الآن في هجوم اتحاد تطاوين. والكرة تتفك لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، تمشي لمروان الخلفي، معوض فهمي بن رمضان المعاقب في مستقبل المرسى، سفيان الهشري في تنفيذ التماس، والكرة ترجع من الأسعد الشعباني لأسامة العمراني، يلعب مع سفيان الهشري، سفيان الهشري طول الكرة يعديها، الكرة تتعدى ممتازة من كريم مقني، والحارس ياخذ كورته هيثم السويعي، كادت تكون خطيرة لهجوم الاتحاد الرياضي بتطاوين. الدقيقة 8 مشاهدينا الكرام، وهذه آخر عملية لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. كرة ترجع من الحارس هيثم السويعي، كما قلت إذن التغييرات، مروان الخلفي ياخو مكانه كظهير أيسر مكان فهمي بن رمضان، وحسام الحبيبي مكان عبد العزيز غبارو في محور الدفاع، ومحمد التويتي في وسط الميدان مكان بلال بن مسعود، وكذلك نزار العمري اللي خذا مكان فخر الدين العمدوني، لكن مش على مستوى الموقع بطبيعة، لأنه ثم التغيير في المراكز. لسعد الجزيري قلت ربما ياخو موقعه كمهاجم، ويلعب نزار العمري في وسط الميدان. كرة ترجع في مناطق الاتحاد الرياضي بتطاوين، ما ننساوش كذلك محمد العويشي اللي قدم مباريات أخيرة طيبة في وسط ميدان المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة ترجع من قائد الفريق محمد التويتي، ترجع له الآن محمد التويتي، طويلة تتعدى الكرة، خالد يحيى، والهجوم يتوصل للمستقبل الرياضي بالمرسى، تتعدى الكرة، محمد العويشي التوسيع، وخالد يحيى ما يخش كرة بالراس، مازال تخطيرة، يخرج الحارس ممتاز، يخرج الحارس نعيم المثلوثي أمام خالد يحيى، أول فرصة جدية للمستقبل الرياضي بالمرسى، خطيرة جدا، وتدخل الحارس نعيم المثلوثي أمام خالد يحيى، الكرة ستعود بالتماس، وهذه الإعادة، شوفوا التوزيعة من محمد العويشي، ياخذها الهادي خلفه، لكن ترجع قدام خالد يحيى، والرفلكس كان قوي من الحارس نعيم المثلوثي، يبعد الكرة. إذن أول فرصة جدية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في هذه المباراة، الدقيقة 10، ترجع الكرة لصالح اتحاد تطاوين. نعرفوا خطورة المرسى، هذه كرة محمد عبد الله السوداني تمشي مباشرة للحارس، يعني حتى في اللقاءات السابقة المستقبل الرياضي بالمرسى يلعب بالكرة في وسط الميدان، ما يخلقش برشا خطورة، ولكن عنده في الخط الأمامي مختار لاعبيه يعملوا الإضافة وينجموا يسجلوا الأهداف. أكيد مستقبل مرسى يعني عيناه وريناه في المقابلات الفارطة، للأمانة عنده بلوكي كيب يعني كومباك برشا، التالي يقلق برشا المنافسين، يسد عليهم الفراغات والمنافذ، في حين في يعني التحول من الوضعية الدفاعية للوضعية الهجومية مستقبل مرسى خطير برشا، يعتمد على سرعة لاعبيه، يعتمد على الهجمة السريعة ولا الهجمة المركزة، الهجمة السريعة ولا الهجمة المرتدة اللي يقلق بها يعني دفاعات المنافس. إذن اللعب متوقف، الكرة ترجع من حكم المباراة أمير لوسيف بعد ما توقف اللعب، وتمشي مباشرة للحارس نعيم المثلوثي، يرجع الكرة لسفيان الهيشم، ثم لسعد الشعباني، تتعدى الكرة لمحمد بن عزيزة، يرجع بالكرة ورائية حمدي المسلم، ثم سفيان الهشري، سفيان الهشري يسدد كرة تضرب في الدفاع، ترجع ولا من جديد ياخذها حمدي المسلمي، لسعد الشعباني، لسعد الشعباني يلعب مع سفيان الهشري، سفيان الهشري والكرة تخرج الى التماس الهادي خلفه، لعب نشيط اللاعب رقم 8 على مستوى الجهة اليمين لفريق اتحاد تطاوين، والكرة تعود من خالد يحيى مباشرة إلى مناطق اتحاد تطاوين،
المستقبل هذه بالمرسى تقريبا بنفس الطريقة، التمركز الدفاعي الجيد والاعتماد على سرعة الخط الهجومي وخاصة خالد يحيى ولسعد الجزيري. الكرة تدور في مناطق اتحاد تطاوين، حمدي المسلمي لسفيان الهيشري، ترجع من جديد لحمدي المسلمي من سيف الدين الجربي، ثم أسامة العمراني. أسامة العمراني يتقدم بالكرة والمخالفة لصالح اتحاد تطاوين، يعلن عليها الحكم أمير لوسيف. أمامكم الإعادة والتدخل على اللاعب أسامة العمراني، مخالفة جانبية ننتظر التنفيذ. أدركنا الآن دقيقة 13 في المباراة، دائما التعادل السلبي، تقريبا زوز فرص منذ البداية، فرصة من كل جانب، يعني فرصة من اتحاد تطاوين وفرصة كذلك اتيحت للمستقبلين بالمرسى. والمخالفة يمشي لتنفيذها محمد عبد الله السوداني هداف الفريق، يلعب الكرة بعيدة مباشرة بعيدة خارج الميدان، ضربة مرمى للمستقبل الرياضي بالمرسى. لهنا حافظ لابد باش اتحاد تطاوين يعني يركز برشا على الكرة الثابتة، نعرف قيمتها يعني خاصة في المقابلات، وان يبدا فما برشا حسابات تكتيكية تنجم تكون يعني عامل يعمل الفرق. دونك التنفيذ بالطريقة هذه ماهوش جاد، يعني السوداني لابد باش تصلح الوضعية ويحسنوا استغلالهم خاطر فما إمكانية كبيرة باش يسجلوا بها. إذا ترجع الكرة تخرج تبقى لصالح اتحاد تطاوين، الراية واضحة والكرة ستعود بالتماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، يمشي لتنفيذه الهادي خلفه، يلعب التماس الطويل، تتعدى الكرة الرأسية تمشي مباشرة للحارس هيثم السويعي. ترجع كرة طويلة إذا مباشرة في دفاع اتحاد تطاوين، ومن لسعد الشعباني إلى التميس، أمر مقلق برشا يعني بالنسبة لاتحاد تطاوين، تواصل غياب مجموعة من اللاعبين بداعي الإصابة على غرار نوفل اليوسفي، مبروك الجندلي، شهر الدين فارس، وكذلك محمد علي بن عبد السلام من انتدابات الوسط الموسم، لاعب عنده امكانيات كبيره، شقيق الجيلاني عبد السلام، وسجل حتى الاهداف مع فريق اتحاد تطاوين بعد انتدابه من نادي اولمبيك مدنين. التماس للمستقبل الرياضي بالمرسى، قلت اذا امر قلق الاطار الفني والغيابات اللي ربما ما كانتش في وقتها بالنسبه لفريق اتحاد تطاوين، غيابات في مراكز مهمه، ويحاول الاطار الفني انه يتعامل مع هذه الوضعيه، يتنفذ التماس للمستقبل الذي بالمرسى. الكره عند احمد العيادي، تضرب في الدفاع، ترجع محمد بن عزيزه وياخذها محمد التويتي، يسدد قائد الفريق اليوم مكان بلال بن مسعود، ضربه مرمى لفريق اتحاد تطاوين. ادركنا الربع ساعه الاول هذا، ومحمد التويتي اخذ شاره القياده في بقاء بلال بن مسعود على بنك الاحتياط، والكرة تعود لصالح اتحاد تطاوين. لسعد الشعباني، تخلط الآن سفيان الهيشري، لسعد الشعباني يطول الكرة للجهة اليسار، خليل سيسي، ثم أسامة العمراني ولا يحاول يدور كرة أكثر في مناطق اتحاد تطاوين حتى يجلب فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. وافتكاك الكرة من محمد التويتي لخالد يحيى، ما تعداش، ياخذها الهادي خلفه، يوزع الكرة في تقريبا محور دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، ترجع الكرة من الدفاع، محمد العويشي يحاول يعمل المراوغة في استقبال الكرة لكن يتفطن له المدافع، والكرة تمشي مباشرة لنعيم المثلوثي. نعيم المثلوثي يلعب مع لسعد الشعباني، ثم سفيان الهيشري، ثم خط ديما بثلاثة لاعبين في الهجوم، محمد العويشي وكذلك بلال الحذيري وخالد يحيى
اول لاعبين يبداو يفكوا الكره بالنسبه لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. والكره تتعدى لعبد الله السوداني. عبد الله السوداني يلعب لخليل سيسي يرجع له. عبد الله السوداني في التوزيع يبدل اتجاه الكره. سفيان الهجري ما يخرجش تخرج الى تماس. تخرج الكره التماس للمستقبل الرياضي بالمرسى. والتنفيذ عند مروان الخلفي الظهير الايسر اليوم. ينفذ التماس بلال الحذيري والكره ترجع لفريق اتحاد تطاوين. الهادي خلفه يلعب الكره بدون تركيز يرجعها محمد التويتي. ثم سفيان الهجري ترجع له الكره. سفيان الهجري يعود لسعد الشعباني وسام العمراني. لسعد الشعباني يرفع الكره تمشي لعبد الله السوداني. عبد الله السوداني والمخالفه لصالح اتحاد تطاوين. تتلعب الكره بسرعه. الهادي خلفه يعمل التوسيع والحارس يخرج ممتاز. الحارس هيثم السويعي بعد الكره تعود عند احمد العيادي حاول يعكس بها الهجوم والتماس. تخرج على احمد العيادي ولا قاعدين نلاحظوا مختار يحاول يضغط اكثر اتحاد تطاوين على المناطق الخلفيه لمستقبل المرسى. اكيد انتهاج من زوز ارسمة تكتيكيه يعني متباينه بين 3 5 2 لاتحاد تطاوين و 4 5 1 تاع مستقبل المرسى. تحس ان سفيان الحدوسي عنده رغبه اكثر يعني في المشي في يمشي للهجوم خاصه استغلال الاطراف كسؤال هذه خلفه في الرواق الايمن والا اللاعب خيساسي يعني في الرواق الايسر وزوز قلب هجوم يعني السوداني والجربي. دونك لهنا فما خطر كبير من اتحاد تطاوين ورغبه جامحه في افتتاح النتيجه. في المقابل تحس الاختيارات التكتيكيه نتاع طارق ثابت يعني يحب ربما يخرج باخف الاضرار نتاع في الشوط الاول. بالفعل اذا الكره ترجع من الحارس هيثم السويعي والكره شوفوا الصعوبات اللي يصبح يلقاها المستقبل اللي بالمرسى. لكن ثم مخالفه قبل التسديده. ثم مخالفه ارتكبت على اللاعب نزار العمري لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. ماهر العبيدي في تنفيذ المخالفه. هذا سفيان الهدوسي يبحث عن الحلول في هذه المباراه. قلت في ظل الغيابات جات في وقت صعب على الاتحاد تطاوين خاصة على مستوى الدفاع والهجوم. مبروك الجندي يعمل محور. نوف اليوسفي متوسط الميدان الهجومي ومحمد علي بن عبد السلام اللاعب المهاجم. الكرة الاتحاد التطاوين في المقابل بالطبيعة غياب هشام الجبالي فهمي بالرمضان وعبد العزيز غبارو. ثلاثة كذلك غيابات مهمة بالنسبة لتشكيلة المدرب طارق ثابت. الكرة ترجع من الحارس هيثم السويعي. والتوقيت 20 دقيقة في المباراة إلى حد الآن دائما التعادل سلبي بدون أهداف. والكرة في دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين. لسعد الشعباني يلعب مع محمد بن عزيزة لخليل سيسي وأسامة العمراني. دخلت الكرة الآن لسعد الشعباني. لسعد الشعباني يلعب مع سفيان الهيشي والكرة تعود من جديد للدفاع اتحاد تطاوين. إلى حد الآن ما شاهدناش نسق سريع في هذه المباراة العشرين دقيقة الأولى. وكما قلت الحرارة الكبيرة ربما تمنع اللاعبين باش يقدموا مجهودات إضافية. اليوم الكرة تدخل في سفيان الهجري. سفيان الهجري يحاول يخرج كرة الكريم مقني ياخذها سيف الدين الجربي. يوزع سيف الدين الجربي والدفاع عن طريق العبيدي. كرة ترجع لسيف الدين الجربي يحاول يعمل المباراة وغير محروقني عرقني لفريق اتحاد تطاوين. سيف الدين الجربي لاعب خطير جدا حكينا عليه في لقاءات السابقة. لاعب عنده السرعة والفنيات والتسديد كذلك والتمريرة الحاسمة. ينفذ الركنيه ثنائيه ترجع له سيف الدين الجربي. يحاول المرور يدخل الدفاع يخرج كره الى التماس. الضغط متواصل لفريق الاتحاد الرياضي لتطاوين
وتربص خطف للفريق سعيا من الهيئة المديرة لتوفير أفضل الظروف لإنجاح هذه المباراة. والهجوم المعاكس لأسعد الجزيري، لأسعد الجزيري يعمل المراوغة، يتعدى لأسعد الجزيري، يدخل داخل منطقة الجزاء، يخرج كرة ممتازة محمد العويشي، والحارس ممتاز، الحارس يخرج كرة إلى الركنية. هاي خطورة المستقبلين بالمرسى، حكينا عليها مختار تو نرجعوا بعد الركنية. هذه الخطورة نتاع المستقبلين بالمرسى، الاعتماد في الهجوم على الهجومات المعاكسة السريعة خاصة من جانب لأسعد الجزيري، ومحمد العويشي كاد يفتتح النتيجة لولا الحارس نعيم المثلوثي كان في المكان المناسب يخرج الكرة إلى الركنية في توقيت 22 دقيقة. أبرز فرصة في هذه المباراة تتاح أو تتاح للمستقبل الرياضي بالمرسى مشاهدينا الكرام، محمد العويش في تنفيذ الركنية على يسار الحارس نعيم المثلوثي، عودة من الباب الكبير للحارس الأول لفريق اتحاد تطاوين، ومحمد العويشي في تنفيذ الركنية. ننتظر الحكم ينبه على بعض اللاعبين، لسعد الجزيري نعرف ثنائيات في مثل هذه الكرات الثابتة، ولسعد الشعباني أمامكم المهاجم والمدافع قائد الفريق. والكرة باش ترجع من محمد العويشي، محمد العويشي يرف، والكرة تتعدى على عبد الله السودان يرجعها، يعود ياخذها مستقبل مرسى، خالد يحيى يوزع وتدخل الدفاع، محمد الدويتي يرجع الكرة للمرسى لكن تمشي مباشرة خارج الميدان. إذا أول فرصة جدية نجم نقولوا، وأبرز فرصة في المباراة خليني نقول مختار تتاح يعني لفريق المستقبل الذي بالمرسى، وهذا تأكيد للكلام اللي كنا نقوله فيه منذ قليل. أكيد حافظ، يعني أسلوب لعب مستقبل مرسى يعني تأكيد جدي للهجمة السريعة والهجمة المرتدة، مخترة برشا مستقبل مرسى عن طريق الإمكانيات الرهيبة اللي عند لعبها. يعني لأسعد الجزيري لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب يعطي لي زاسيس ما شاء الله، دونك عنده إمكانيات كبيرة. لابد باش الاتحاد التطاوين يرد باله من الملاعب هذا لخاطر قادر يحدث الفارق في أي يعني هجمة مرتدة. إذا الكرة باش ترجع بمخالفة لاتحاد تطاوين، وسيف الدين الجربي والتوزيع من هذه خلفه بدون عنوان الا التماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. حافظ توالت العمليات من رواق ليمن في هجوم اتحاد تطاوين والتوزيعات، اللي انا ما فماش اضافه في الدوزيام بوتو من الجهه اليسرى للهجوم اتحاد تطاوين، فما ديزيكيليبر موجود في عدم توازن، فماش توازن بالضبط. اذا منتصف الفتره الاولى دائما التعادل ابرز الفرص اتيحت للمستقبل الرياضي بالمرسى، كانت عن طريق محمد العويشي وتصدي ممتاز لنعيم المثلوث، يرجع كرة من هادي خلفة، هادي خلفة ثم كريم مقلب يلعب الكرة مع حمدي المسلمي، أسامة العمراني، أسامة العمراني، لسعد الشعبان، كرة عند الاتحاد الرياضي بتطاوين، سفيان الهيشم، سفيان الهيشم يلعب مع سيف الدين الجربي، ولكن تتفك الكرة ترجع من جديد عند سفيان الهيشري لصالح اتحاد تطاوين. سفيان الهيشري يرفع الكرة، أحمد العيادي في المتابعة، ولسعد الجزير يحاول المراوغة يتفطن، وهذه المرة خليل سيسي يفك له الكرة، خليل سيسي التوزيع ولا رسيلة تتعدى الكرة، ثم عبد الله السوداني لكن تتعدى الكرة إلى تماس لصالح اتحاد تطاوين. هكا المباراة تحبوها، فيها التشويق والإثارة والإيقاع السريع، لأنه رهان المباراة يقتضي هذا، ويقتضي أن نتفرجوا على مباراة مهمة اليوم في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين. التماس وثم لاعب ملقى على أرضية، ثم محمد عبد الله السوداني، إذن الهدف اتحاد تطاوين هو اللي يبقى على أرضية الميدان. قلت مختار بدينا نشاهد الآن في مباراة في حجم الرهان يعني الموكول هذا اللقاء. اكيد كل ما تتقدم الوقت نتاع المقابله ويحس الاخطر، يعني زوز فريقين يحسوا الاخطر، خاصه الاتحاد تطاوين امام حتميه الانتصار، دونك مفروض عليه باش يرفع النسق وباش يضغط على مستقبل المرزة، ولو يعني ياخذ شويه ريسك بلغتنا، يعني سينو ما ينجمش يحدث الفارق هذاك. عليه شفنا كان بدات فما فرص، بدا فما جمل تكتيكيه، لكن فما مراوحه يعني بين الفريق هذا والفريق هذا. اذا اللعب متوقف مشاهدينا الكرام بعد تقريبا 25 دقيقه او 26 دقيقه، الحكم يوقف المباراه حتى يتزودوا الملاعبيه بالماء،
مع الحرارة الكبيرة أكثر من 40 درجة هنا في مدينة تطاوين، وبطبيعة الملاعبية يسترجعوا انفسهم حتى الإطار التحكيمي كما قاعدين نشاهدوا على الصورة، ثم حرارة طقس حرارة كبيرة ياسر، وفرصة للمدربين كذلك باش يعطيوا مزيد من التعليمات بعد ما تعدات كما قلت تقريبا يعني 26 دقيقة في المباراة. كل ثم المعطيات يعني ظهرت من المقابلة من كل فريق، وفرصة للمدربين حتى يقدموا آخر التعليمات للاعبين. إذن يرجعوا اللاعبين إلى أرضية الميدان بعد هذا الوقت الثور للتزود بالماء خاصة، وهذا جانب من الجماهير الحاضرة كما تشاهدوا ما مش بعد علينا لأنه احنا قراب الموقع متى التعليق تقريبا في جانب الجماهير هنا في ملعب تطاوين. وإلى حد الآن يعني الأمور كلها على أحسن ما يرام، التشجيع في نطاق احترام الميثاق الرياضي بالنسبة للجماهير الحاضرة وحتى على أرضية الميدان قاعدين نشاهدوا في روح رياضية رغم أهمية الرهان في هذه المباراة. إن شاء الله يتواصل هكا المقابلة حتى نهايتها دون مفاجآت، والتماس يأتي من الهادي خلفه، التماس لصالح اتحاد تطاوين، الهادي خلفه ينفذ تماس طويل يرجع من الدفاع ثم خالد يحيى يبعد الكرة نهائيا عن مناطقه عن مناطق فريقه، والنزار العمر يلعب مع محمد عويش، محمد عويش يحاول يعطي كرة لسعد الجزيري لكن معاه في المتابعة لسعد الشعباني. هذه واحدة من الثنائيات الموجودة اليوم في اللقاء مختار، لسعد الشعباني ولسعد الجزيري ملازمه تقريبا المدافع ملازم لمهاجم المستقبلي بالمرسى، يعرف خطورة هذا اللعب لسعد الجزيري. أحمد العيادي في تنفيذ التماس للمستقبل الرياضي بالمرسى يلعب مع الجزيري أو مع محمد العويشي، والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. ربما ثم أسبقية نسبية على مستوى امتلاك الكرة لاتحاد تطاوين، لكن الفرص البارزة أتيحت للمستقبل الرياضي بالمرسى. أكيد يعني من حيث امتلاك الكرة الأفضلية لاتحاد تطاوين اللي قاعد يجتهد ويحاول يلقى الحلول رغم اللي المستقبل مرسى مسكر عليه المنافذ. في المقابل أخطر فرصة في المقابلة يعني جات مستقبل مرسى على إثر هجمة مرتدة، والميريت الكبير يعني للحارس المثلوثي اللي يبين قيمته اليوم وأعطى الإضافة يعني الحينية الفريق. الكرة في وسط الميدان، حمدي المسلمي يلعب مع سفيان الهشري، ترجع الهدي خلفه يلعب مع كريم مقن، والتماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، الهدي خلفه في تنفيذ التماس يلعب الكره مع سيف الدين الجربي، ولا حاول المباغته حب يسدد والكره تخرج برا ضربه مرمى حسب الاشاره بتاع مساعد الحكم سيف الدين الجربي. ما كانش فما تنسيق وتفاهم بينه وبين عبد الله السوداني، ربما لام على زميله لانه وقف امامه. شوفوا هاي الكره حب يسدد تضرب الكره في عبد الله السوداني وتخرج، ربما كانت متوجهه لل يعني للشباك ولكن تخرج الكره ضربه مرمى. كره راسيه ثانيه تتعدى لسعد الشعبين يطول الكره، ثم عبد الله السوداني معاه احمد العيادي والحكم يطلب اللعب. كرة تتلعب من ماهر العبيد مباشرة إلى التماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. نصف ساعة منذ انطلاق المباراة والنتيجة متعادلة دون أهداف بين الفريقين. التماس ينفذ أحمد العيادي، أحمد العيادي اللي خذا خطة ظهير أيمن في غياب هشام الشلي المصاب منذ الجولة قبل الماضية، وال يعني الجولة اللي لعب فيها الفريق مع مستقبل جيبس غاب هشام الجبالي بسبب إصابة على مستوى التمارين. والكرة لصالح المرسى ما تنجحش التمريرة لخالد يحيى، تعود من دفاع اتحاد تطاوين وافتكاك الكرة والمخالفة. المخالفة الرجل كانت مرفوعة من محمد الدويدي أمامكم قائد الفريق يقول لا للحكم المباراة، لكن المخالفة موجودة على لاعب اتحاد تطاوين كريم مقري،
ويتوقف العب ماش مختار. شنو الملاحظه حبيت تقولها؟ قلت لك نحسوا كان فما مشكل في الرواق الايسر في اتحاد تطاوين. قلت لي ثم التغيير قريب. هذا هو هذا هو ثم التغيير. حذر في التغيير. ثم التغيير. علاء الدين صالح هو اللي باش يدخل في التشكيله. علاء الدين صالح هو التغيير الاول مكان سفيان الهجري اللاعب رقم 6 يخرج. سفيان الهجري ويدخل اللاعب رقم 29 علاء الدين صالح تحت تصفيق كبير يخرج. نعرف قيمة هذا اللاعب كذلك سفيان الهجري في الرواق الأيمن، ولكن كما كان يقول تقريبا الملاحظة كانت 100% صحيحة متى زميلنا مختار سالم والمحلل الفني بتاعنا اليوم قال فما اختلال توازن. نتبع العملية. محمد بن عزيزة داخل منطقة الجزاء يرفع الكرة، الحكم يقول ما خرجتش تلعب الكرة، ترجع من دفاع المرسى لسعد الجزيري ومعاه خليل سيسي يعطي الكرة لمحمد العويشي والمخالفة لصالح المستقبل هذه بالمرسى. قلت الملاحظة متى مختار سالم كانت صحيحة منذ قليل، قال فما اختلال توازن خاصة في الجهة اليسرى لهجوم فريق اتحاد تطاوين، وفما زوز لاعبين في الرواق شاهدناهم سفيان الهشري وامامه الهادي خلفه على مستوى الجهه اليمين، فشاف المدرب سفيان الحدوسي وكانه سمع مختار في هذه الملاحظه انه ينقص لاعب من الرواق الايمن ويدخل لاعب علاء الدين صالح باش يدعم الجهه اليسرى لهجوم اتحاد تطاوين. ان شاء الله نكون صحيح في التحليل مختار، توا نرجع لكم من بعد. والكره عند اتحاد تطاوين والافتكاك الكره ما فماش مخالفه حسب تقدير الحكم امير لوصيف، والكره من بلال الحذيري لخالد يحيى، خرج بلال الحذيري بعيده تمشي الكره مباشره للحارس نعيم المثلوثي. تقريب حافظ ما عادش في حاجه المحلل الفني معاك ما شاء الله عليك. لا المعذره مختار، ما فهمت انا من التعليق نتاعك انت منذ قليل الاختلال التوازن، وفهمت بالتغيير انه خرج واحد في الرواق الايمن وتخلى علاء الدين صالح خاطر حافظ تيل 30 دقيقه من الشوط الاول الاتحاد تطاوين ما استغلش الكرات اللي وصلت في الرواق الثاني، وين توصل كره يعني في التوزيعات الكل تعديت في الرواق الايسر تتعدى تمشي للتماس. دونك من هنا فما اختلال وفاق به المدرب معناتها في 30 دقيقه لعب ولا في 32 دقيقه لعب. دونك يتسمى يعني باهي الواحد وقت اللي ربما قام خطا تكتيكي ولا خطا فني ولا ربما ملاعبي ما كانش في نهار بتاعه ما فيها باس، خاطر رينا الملاعب يتقلق في التعويض يعني ربما حب يعاون اصحابه حب يبقى يلعب، لكن مصلحه الفريق والاختيارات الفنيه قبل كل شيء. اذا يخرج محمد التويتي قائد المستقبل الرياضي بالمرسى على حافه الميدان لتلقي الاسعافات وحوار بين سفيان الحدوسي ومساعد الحكم الاول مروان سعد. على كل الكره ترجع من حمدي المسلمي طويله عبد الله السوداني ومعاه في ماهر العبيدي في المتابعه الدفاعيه يخرج الحارس هيثم السويعي. هيثم السويعي يرفع الكره طويله وتتعدى مباشره من اسامه العمراني للحارس نعيم المثلوثي. نعيم المثلوثي من ابرز اللاعبين هذا الموسم بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، لعب هو ثلث اكثر لاعب مشاركه في الفريق بمعدل 1832 دقيقه، يعني لعب 21 مباراه على 21. والكره عند الحارس قلت 21 مباراه كاساسي عفوا على 26 مباراه في الموسم الكل. كرة باتجاه سيف الدين الجربي وتخرج الكرة من المدافع حسام الحبيبي. التماس لفريق اتحاد تطاوين 10 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول والتماس يمشي لهادي خلفه يلعب التماس الطويل. هذا اللعب هادي خلفه كانت عنده تجربة في النادي الأفريقي ورجع سنا الى فريقه الاصلي الاتحاد الرياضي بتطاوين. والكره ترجع من دفاع المرسى، خالد يحيى يتمكن باش يخلط على الكره لكن ما يلقاش المسانده، ثم اسامه العمراني والكره باش ترجع بمخالفه. المخالفه يعلن عليها الحكم امير لوصيف لخالد يحيى لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. حسام الحبيبي في تنفيذ المخالفة. حسام الحبيبي يرفع الكرة تمشي مباشرة لخليل سيسي ومحاولة التقدم بالكرة من علاء صالح، بالفعل ترجع له الكرة على صالح ما يتعداش والمخالفة
للاتحاد الرياضي بتتاوين. علاء الدين صالح هو صاحب العمليه الاخيره. لا فمش مخالفه، فما تماس، شوفوا الاعاده ولا تماس للاتحاد تتاوين. تتلعب الكره عبد الله السوداني، عبد الله السوداني، عبد الله السوداني يرجع بالكره وراء اين. دخلت الان لسعد الشعباني، لسعد الشعباني الهادي خلف يلعب مع سيف الدين الجربي، حب يعدي كره بلقطه فنيه يتفطن لها المدافع مروان الخلف. التماس لاتحاد تتاوين، الهادي خلفه في تنفيذ التماس يلعب مع سيف الدين الجربي ويرجع للهادي خلفه. شوفوا الكثافه الدفاعيه بالنسبه للفريق المستقبلي بالمرسى. سيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي معاه محمد الدويتي، والكره تخرج ضربه مرمى، ضربه مرمى للمستقبل هذه بالمرسى. كما قلت يعني نسبيا عنده الكره تحت التوين، ولكن في 30 متر الاخيره يلقى صعوبات كبيره على مستوى اكمال العمليه الهجوميه. كنا نشاهد قبل في بدايه الشوط توزيعات كما كان يقول مختار في القائمه الثانيه ما تلقى حد، او بطبيعه عدم التمكن من التوزيع او اكمال العمليه. هذه تقريبا الصورة نتاع المباراة بالنسبة للجهة اللي فيها الاتحاد التوين في الهجوم، بينما المستقبل هذه بالمرسى يحاول دائما يلعب الهجومات المعاكسة. هذه كرة عند عبد الله السوداني، عبد الله السوداني يرجع لسيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي يتقدم يحاول التسديد، وثم محمد الكويتي والتسديدة فوق المرمى، التسديدة من كريم مقني، تسديدة قوية يستغل كرة راجعة. وأمامكم كريم مقني لاعب ممتاز جدا في تشكيلة الاتحاد الذي بتتاوين. شوفوا التسديدة الأولى ترجع من محمد الدويتي يستغلها، كرة راجعة كريم مقني فوق العرض الأفقي فوق المرمى. إذا فرصة تضيع على فريق اتحاد تتاوين، من أبرز الفرص تسديدة كريم مقني. الكرة تعود إلى التماس لصالح اتحاد تتاوين. أكثر في الدفاع فريق المستقبل اللي بالمرسى في الدقائق الماضية بعد العملية، دقيقة 22. الكرة عند بلال الحذيري، بلال الحذيري يلعب نزار العمري، يوزع والحارس ياخذ الكرة نعيم المثلوثي، وراه كان لسعد الجزيري، لكن نعيم المثلوثي ياخذ هذه الكرة العالية الطويلة. ترجع الكرة كريم مقني، ثم حمدي المسلمي لمحمد بن عزيزة. علاء الدين صالح يلعب مع خليل ساسي، خليل ساسي لحمدي المسلمي. عبد الله السوداني يحاول يرجع، عبد الله السوداني ياخذ الكرة في وسط الميدان. شوفوا الموقع نتاعو باعتبار صعوبة وصول الكرة لهذا المهاجم. لسعد الشعباني يطول الكرة لسيف الدين الجربي، باهية التمريرة الرأسية ولا ما يخلقش، ما يخلقش، تخرج إلى التماس. ثم كريم مقني كان في الحبيين وهذه العملية لكنه ما خلقش على الكرة. فما مشكل حافظ في التدرج بالكرة يعني عند اتحاد تتاوين، خاصة من حيث تغيير النسق في المنطقة اللي لابد باش يغير فيها النسق، يلقى كثافة دفاعية كبيرة برشا تمنعه من الشيء هذايا، دونك هذاك علاش يلاقي صعوبات كبيرة اتحاد تتاوين. هذا هو الهجوم للمستقبل الذي بالمرسى عن طريق محمد العويشي، والمخالفة ثم اعتراض من خليل سيسي على محمد العويشي. شوفوا هاي الإعادة والمخالفة واضحة للمستقبل الرياضي بالمرسى في 40 دقيقة بالضبط، يعني 5 دقائق على نهاية الشوط الأول. التعادل دون أهداف رغم توفر بعض الفرص، أبرزها كرة العويشي بعد عمل كبير من أسعد الجزيري وتألق للحارس نعيم المثلوثي، ثم التسديدة منذ قليل كريم مقني فوق المرمى بعد ما استغل الكرة راجعة من الدفاع تحديدا من محمد التويتي. هذه أبرز الفرص اللي شاهدناها في الشوط الأول اللي ما شاهدناش فيه الحقيقة، كما قلت نسق مرتفع. محمد العويشي أمام الكرة لتنفيذ المخالفة، لاعب يتقن الكرة الثابتة محمد العويشي ينفذ الكرة، وثم أحمد العيادي لكن تخرج إلى ضربة المرمى. هذا هو أحمد العيادي، وضربة مرمى لصالح اتحاد تتاوين. حمدي المسلمي
أسامة العمراني لخليل سيسي. خليل سيسي انتداب مهم جدا كذلك لاتحاد تطاوين من شبيبة القيروان في الفترة الشتوية. الظهير الأيسر خليل سيسي والكرة عند أسعد الشعباني، يطول كرة محمد السوداني والرأسية تمشي مباشرة للحارس هيثم السواعي. يشوفوا ما فماش خطورة كبيرة، يعني اتحاد تطاوين بكل صراحة ما وجعش في الشوط الأول رغم أنه حاول يسيطر على الكرة، ولكن الخطورة كانت خايبة في ال 30 متر الأخيرة، بينما يحاول دائما المستقبل هذه بالمرسى الاعتماد على سرعة خالد يحيى كما اللقطة هذه، وكذلك الأسعد الجزيري. الكرة كانت سهلة في دين نعيم المثلوثي. المباراة رقم 21 لهذا الحارس محمد التويتي، يرجع كرة لأسعد الجزيري. الأسعد الجزيري يعمل المراوغة بالهدي خلفه. الأسعد الجزيري يحاول يتعدى مع زوز لاعبين كريم مقني وكذلك الهدي خلفه، والتماس للمستقبل الرياضي بالمرسى. يمشي للتنفيذ مروان الخلفي. مروان الخلفي يلعب بالتماس مع الأسعد الجزيري، يعدي كرة لبلال الحذيري، ترجع له الجزيري. بلال الحذيري 1-2 ما تعديش. الدفاع يرجع الكرة أسامة العمراني، والكرة ترجع بمخالفة لعبد الله السوداني لصالح اتحاد تطاوين. مخالفة يمشي لتنفيذها حمدي المسلمي. محمد بن عزيزة والافتكاك الكرة من أحمد العيادي، والمخالفة ضد أحمد العيادي لصالح اتحاد تطاوين. تتلعب الكرة كريم مقن، يعطي تمريره طويله لعبد الله السوداني. عبد الله السوداني معاه ماهر العبيدي، يحاول يخرج كره لعلاء الدين صالح. علاء الدين صالح يسقط على ارضيه الميدان، والحكم يطلب اللعب يقول ما فيش مخالفه. امير لوسيف، الكره طويله من ماهر العبيدي في اتجاه الاسعد الجزيري، وتدخل اسامه العمراني مباشره الى التماس قبل دقيقه و30 ثانيه من نهايه الشوط الاول. ما زلنا ننتظر الاهداف في هذه المباراه الحاسمه، قد تكون مباراه الموسم بالنسبه لاتحاد تطاوين باعتباره في حاجه مسا الى نقاط الفوز، حتى يبقي على امال البقاء في الرابطه الاولى، بينما انتصار لمستقبل مرسى يعني خليها يتنفس اكثر فيما تبقى من هذه المرحله. والمخالفه ضد محمد التويتي، الانذار ضد قائد فريق المرسى محمد التويتي بعد الكره الاخيره. المخالفه لسيف الدين الجرمي، هذه الاعاده والمخالفه قريبه من وسط الميدان. هذا هو محمد التويتي امامكم، حكم يطلب المكان الاصلي للمخالفه. الهدي خلفه في التنفيذ، يلعب الكره مع الاسعد الشعباني. الاسعد الشعباني يرفع الكره في محور دفاع المرسى. محمد بن عزيزه في الاستقبال هذه الكره، والكره الاخيره تخرج خارج الميدان من محمد بن عزيزه. تجيب ضربه المرمى بعض الثواني انتهاء 45 دقيقه الان، وباش تدخل في الوقت البديل. شوفوا اللوحه زوز دقائق اذا كوقت مبادر يعنى ليهم الحكم في هذا الشوط الاول. الكره في دفاع المرسى، ترجع في وسط الميدان حمدي المسلمي، ثم نزار العامري، محمد العويشي، والتمريره نتاعو بعيده على بلال الحذيري. كره عند سيف الدين الجرب. سيف الدين الجرب يرجع للهادي خلفه. كريم مقني يخرج الكره، ياخذها الاسعد الجزيري. بلال الحذيري يحاول يتعدى بالكره، لكن قبل اسامه العمراني والمخالفه. حكم يعلن عن المخالفه امير لوسيف، و فماش يعني ثم عدم رضا لهذا القرار يعني الجماهير الحاضره. ربما الحكم كان بامكانه ترك الاسبقيه في هذه اللقطه، ولكن رجع للمخالفه لصالح اتحاد تطاوين.
تنفذ المخالفة من حمدي المسلمي. عبد الله السوداني يروض الكرة جي أمام محمد بن عزيزة، تسديد والمطالبة بلمس يد داخل منطقة الجزاء بعد التسديدة. الحكم يقول لا، كان قريب من العملية. إذا تماس لصالح اتحاد طويل. عبد الله السوداني، عبد الله السوداني ولا علاء الدين صالح، يخرج كرة ممتازة سيف الدين الشربي والكرة عند الحارس. الكرة هيثم السويعي لكن المساعد الحكم يقول ثم ركنية، ركنية لصالح الاتحاد الذي بتطويل. من الفرص البارزة لصالح الاتحاد الذي بتطويل على ما يبدو لي. أسامة العمراني هو سحب الكرة الأخيرة. شوفوا الإعادة، الكرة من علاء الدين صالح، التسديدة الأولى ترجع ونتبعوا الساعة الركنية والكرة تخرج ضربة مرمى لفريق المرسى. قلت إذا تو نرجع للإعادة بتاع العملية الأخيرة بعد تسديدة أولى من علاء الدين صالح. شوفوا الإعادة، هذه الكرة عبد الله السوداني يوزع، يخرج كرة ممتازة جدا. ولا شوفوا التسديدة تتعدى على المدافع ولكن الحارس يخرج الكرة إلى الركنية. إذا في هذه الآونة بالضبط مشاهدينا الكرام على الوطنية الثانية، الحكم أمير لوسيف يعلن عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين بين الاتحاد الرياضي بتطاوين والضيف المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، مع وجود بعض الفرص اللي آخرها كانت لصالح اتحاد تطاوين، ولكن السق إجمالا نبقى يعني ضعيف في الشوط الاول. مختار اكيد حافظ المستوى كان متوسط برشا، يعني فنيا غلب عليه الحذر الشديد من مستقبل مرسى في المقابل خطورتها على الهجمه المرتده والهجمه السريعه. يعني واتحاد تطوين غابت عليه الحلول، عنده مشكله في يعني في التسلسل بالكره، في التقدم بالكره، مسكر عليه برشا مستقبل مرسى، فما برشا ثنائيات ربحها المرسى. دونك لابد باش اتحاد تطوين يلقى اكثر حلول من الوضعيه الهجوميه ويلقى يعني تغيير سرعه خاصه في 30 متر الاخيره. لابد باش يلعبوا شويه في السباس وفي ليزانترفال هنا، وين ما لقاش الحلول اتحاد تطوين. دونك اجمالا يعني مستوى متوسط جدا في الشوط الاول، رغم اللي رينا ربما بعض فرص كانوا قادرين الزوز في رق باش يفتتحوا لاثرهم النتيجه. على كل شكرا لك مختار على هذا التحليل الفني. ان شاء الله مع تقلص درجات الحراره في الشوط الثاني نشاهدوا مستوى افضل في هذه المباراه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه، ونلتقي ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني. الى اللقاء. مشاهدينا الكرام على الوطنية الثانية، مرحبا بكم مجددا في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين ولقاء الاتحاد الرياضي بتطاوين وضيفه المستقبل الرياضي بالمرسى. تركنا الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، مع توفر بعض الفرص في هذا الشوط الأول، ولكن النجاعة كانت غايبة على المستقبل الرياضي بالمرسى في الدقيقة 22 خاصة بعد عمل كبير من الأسعد الجزيري ومحمد العويشي يتصدي له والحارس نعيم المثلوثي. ثم مع نهاية الشوط فرصة كبيرة لاتحاد تطاوين ضيعها اللاعب أسامة العمراني بعد تخريج كرة ممتاز من عبد الله السوداني داخل منطقة الجزاء، ولكن التسديدة ما كانتش قوية من أسامة العمراني. أبرز الفرص تقريبا اللي أتيحت في الشوط الأول، بعد قليل سينطلق الشوط الثاني من هذه المباراة. وتذكير بالزوز تشكيليات قبل انطلاقة الشوط الثاني بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى: هيثم السويعي في حراسة المرمى، ثم أحمد العيادي، مروان الخلفي، ماهر العبيدي، حسام الحبيبي، محمد التويتي، بلال الحذيري، محمد العويشي، الأسعد الجزيري، نزار العمري، وخالد يحيى. بالنسبة للاتحاد الذي بتطوين نعيم المثلوثي في حراسة المرمى وعودة هذا الحارس إلى الشباك، ثم الهادي خلفه خليل السيسي، الأسعد الشعباني، أسامة العمراني، سفيان الهيشري خرج وخلى مكانه لعلاء الدين صالح في الشوط الاول، حمدي المسلمي، محمد بن عزيزه، كريم مقني، محمد سيف الدين الجربي، ومحمد عبد الله السوداني. سفيان الحدوسي مدرب فريق اتحاد تطاوين وطارق ثابت هو اللي يشرف فنيا على المستقبل الرياضي بالمرسى. الاطار التحكيمي لهذه المباراه
حكم الساحة أمير لوسيف يساعده كل من مروان سعد ورمزي بن فرج في التحليل الفني لهذه المباراة. معنا المدرب مختار سالم، مرحبا بك من جديد مختار، وأكيد شوط ثاني باش يكون ربما المستوى فيه خير خاصة مع تهويت الدنيا نقولوا شوية بلغتنا، ودرجة الحرارة بدأت تتقلص شوية شيئا فشيئا. مرحبا بك حافظ أخويا من جديد، ومرحبا بجميع المتابعين على الوطنية الثانية. أكيد ربما انخفاض شوية متاع درجات الحرارة ولا فم شوية يعني هواء، أكيد باش يعاون الملاعبية على أداء يعني أفضل في الشوط الثاني. زوز فرق مطالبين يعني بنتيجة المقابلة، خاصة الاتحاد التطوين اللي لابد باش يلقى الحلول، لابد باش يرفع النسق، ولابد باش يسجل الأهداف باش ينجم يخرج بنقاط فوز اللي تخلي حظوظه قائمة في البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل يعني مستقبل مرسى نتصوروا يعني نقطة تعادل ترضيه، رغم اللي قادر عن طريق الهجمات السريعة المرتدة باش يحدث الفارق في أي لحظة في المقابلة. شكرا. إذا كل اللاعبين موجودين في أماكنهم على الميدان، لكن الإطار التحكيمي مازال ما خرجش لحد الآن. يخرج الآن أمامكم الإطار التحكيمي لهذه المباراة، أمير لوسيف ومروان سعد وكذلك رمزي بن فرج، حكم رابع بديس بن صالح، والزوز مراقبين ياسين حروش والبشير الحسيني. بعد قليل إذن باش تنطلق الفترة الثانية من هذه المباراة. هذه صور عن ملعب نجيب الخطاب بتطاوين وحضور الجماهير بكثافة اليوم في هذا الملعب لمؤازرة الفريق في مباراة سماها مباراة الموسم اليوم بالنسبة للاتحاديين من أجل الحفاظ على أمال البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد غياب عن الملاعب عن هذا الملعب لثلاثة مقابلات بالنسبة للاتحاد التطوين. وانطلاق الشوط الثاني، يعود إذن الجمهور اليوم مع هذه المقابلة. انطلاق الشوط الثاني والكرة تمشي مباشرة خارج الميدان، ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطوين بدون تغيير على مستوى التشكيلة، باستثناء التغيير اللي قام به سفيان الحدوسي في الشوط الأول بدخول علاء الدين صالح مكان سفيان الهشري لخلق توازن أكثر بين الجهتين اليمين واليسار. كرة عند اتحاد التطوين، عبد الله السوداني، والتماس يبقى دائما لاتحاد التطوين. تتلعب الكرة أسامة العمراني، سحب آخر فرصة في الشوط الأول كان بإمكانه افتتاح النتيجة. كرة من محمد بن عزيزة علاء الدين صالح، وتتفكر الكرة لسعد الجزيري، شوفوا يهز راسه يبحث عن ربما العمق الهجومي. أحمد العيادي هو اللي يرفع الكرة في الأخير، ولكن استقبالها ماهوش جيد، ولا ثم رايه كانت تكون اختيرة، ولكن محمد العويشي كان في موقع تسلل. لعب له الكرة بلال الحذيري، وارتباك على مستوى دفاع اتحاد التطوين. ترجع الكرة إذن عند سيف الدين الجربي، والتماس للمستقبل الرياضي بالمرسى. زوز فرق يخوضوا المباراة بغيابات على مستوى الرصيد البشري، هشام الجبالي، فهمي برمضان، وعبد العزيز غبارو بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، ونوفل اليوسفي، مبروك الجند لشهر الدين فارس، الحارس الثاني منتصر السماوي، ومحمد علي بن عبد السلام. كذلك غيابات بارزة في تشكيلة اتحاد التطوين. ونسعد الجزيري سدد جانبية، نسعد الجزيري، شوفوا هذه الهجومات اللي حكينا عليها مثل المستقبل الرياضي بالمرسى، وشفنا في الشوط الثاني افتكاك الكرة على أخطاء دفاعية مختار في اتحاد التطوين. أكيد يعني برشا أخطاء دفاعية يرتكب فيها اتحاد التطوين، يعني برشا دي شيء تكنيك، كرة مباشرة للمنافس، وهذا ماهوش مسموح في منطقتهم، يعطيوا برشا شانس للفريق المنافس لافتتاح النتيجة باستغلال الكرات هذه. حف الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني، والمخالفة لصالح اتحاد التطوين في يعني المناطق المستقبل الرياضي بالمرسى. تتنفذ المخالفة والكرة تتعدى أحمد العيادي ومعه علاء الدين صالح، لكن تخرج الكرة، ضربة مرمى. كل اللاعبين من المستقبل الرياضي بالمرسى يقوموا بالحركات الإحمائية. اللاعبين الاحتياطيين خرجوا الآن من بنك الاحتياط. أكيد ثم التغييرات قادمة، قلت ثم التغيير واحد قام به سفيان الحدوسي في الشوط الأول، البقية الكل يمثلوا التشكيلة الأساسية اللي ينزل بها كل فريق. كرة في وسط الميدان، يلعب محمد العويشي، لكن ياخذها حمدي المسلمي، ولا يعني المستقبل هذا بالمرسى
يضغط اكثر في الشوط الثاني على حمل الكره، يحاول ديما يفتك الكره في مناطق متقدمه. وتتفك الكره الان نزار العمري، وثم مهر العبيدي طويله، ثم في الدفاع لسعد الشعباني، والكره تعود في مناطق المستقبل الرياضي بالمرسى. المدافع ما يخرجش على الكره، حسام الحبيبي، والتماس للاتحاد الرياضي بتطاوين. اكيد الشوط الثاني باش يكون صعب خاصة على الفريق المحلي، يلعب تحت ضغط النتيجة أكثر فريق اتحاد تطاوين. آخر فرصة اليوم عنده على ميدانه، لأنه باش يلعب زوز مباريات القادمة خارج ملعب نجيب الخطاب. وهذه كرة في مناطق المستقبل الرياضي بالمرسى، والمطالبة بمرة أخرى لمسة يد من أحمد العيادي، الحكم يطلب اللعب، والكرة تتواصل لاتحاد تطاوين. ثم ماهر العبيدي رأسية تخرج من مناطق المرسى، يعود ياخذها الهادي خلفه، لكن ثم خالد يحيى في المتابعه، والكره تخرج للتماس للمستقبل الرياضي بالمرسى. قلت اتحاد تطاوين يلعب ضد نادي البنزرتي في الجوله القادمه في بنزرت، و في الجوله اللي من بعد يلعب مع مستقبل جبس في جبس. الكره ترجع لاتحاد تطاوين. كنتوا تشاهدوا في الإعادة اللي فيها مطالبة بلمسة يد على كل أمامكم على الصورة، والكرة للمستقبل الرياضي بالمرسى في اتجاه أحمد العيادي. قبل ما تخرج يلعب الكرة لسعد الجزيري على مستوى الرواق، ومعاه في المتابعة أسامة العمراني، خرج كرة في التماس أفضل للمستقبل الرياضي بالمرسى. ده يخرج من شوية من انكماش الدفاعي في الشوط الثاني، ويمكن هذا باش يخلق مشكل كذلك لفريق اتحاد تطاوين، لأنه افتكاك الكرة ولا في مناطق متقدمة. طبعاً بعد مختار يعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة لمستقبل المرسى. لسعد الجزيري، أحمد العيادي، ومحمد التويتي ما يلعبش الكرة، تتعدى كريم مقني، ويحاول خالد يحيى مع سيف الدين الجربي. سيف الدين الجربي يطول الكرة في العمق، والدفاع حسام الحبيبي موجود في الأمام عبد الله السوداني، ثم مروان الخلفي خرج كرة إلى تماس. تماس للاتحاد الرياضي بتطاوين، يمشي لتنفيذ الهدي خلفه، يلعب تماس، والتوزيع الكره من حمدي المسلمي، والدفاع ماهر العبيدي هو اللي خرج كره الى ركنية. توزيع خطيره ياسر، دقيقه من حمدي المسلمي. شوفوا الاعاده، وكان موجود علاء الدين صالح، لكن قبله ماهر العبيدي خرج كره في ركنيه، وركنيه على يمين الحارس نعيم المثلوثي، او عفوا هيثم السويعي. نعيم كان غادي في الشوط الاول، والكره ترجع لمحمد بن عزيزه. محمد بن عزيزه يلعب مع خليل سيسي، وتوزيعه والركنيه تضرب الكره في مروان الخلفي. الركنيه مره اخرى من نفس المكان. الدقيقة السابعة في الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، والاتحاد الرياضي بتطاوين يضغط على دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. تفت الركنية على مستوى القائم الثاني، الرأسية الأولى والثانية من بلال الحذيري بعيدة خارج الميدان، ركنية في موقع المدافع بلال الحذيري، يخرج الكرة بدون مجازفة يعني بعدها كما جات. ركنية في الجهة المقابلة يمشي لها سيف الدين الجرمي. الركنية الثالثة على التوالي لاتحاد تطاوين، وسيف الدين الجربي على مستوى التنفيذ يلعب باليسرى، تتعدى الكرة، ثم حسام الحبيبي، ثم لسعد الجزيري يخرج كرة، لكن ما فهم حد إلا الحارس نعيم المثلوثي يرجع الكرة. ماذا يقول الحكم؟ لا، ثم لاعب ملقى على الميدان، نزار العمري، اللاعب رقم 11 بالنسبة لتشكيلة بالفعل نزار العمري لاعب المرسى هو اللي موجود، يطلب له الحارس الاسعاف، يدخلوا اذا المسعفين، لكن لاباس يبدو نزار العمري، ولا يقوم لاباس اذا لعب المستقبل الرياضي بالمرسى. دخل في التشكيله نزار العمري الاساسيه، ومختار بطبيعه تقريبا 7-8 دقائق يظل الفيزيونومي نتاع المقابله تبدل شويه. اكيد بدات تتغير يعني منذ بدايه الشوط الثاني، رينا مستقبل مرسى ضغط عالي اكثر يعني من العاده، فما شويه جراه باش يمشي اكثر للهجوم، ربما حس اللي فما اختر باش يكون في الشوط الثاني من اتحاد تطاوين وباش يضغط عليه اكثر، دونك سبق هو وضغط على اتحاد تطاوين عالي باش يقلقهم
ويخليهم في مناطقهم ويمنحهم باش يخرجوا كرة نظيفة من تالي، وربما يحدث بهم الفارق كما شفنا احنا استغل برشا كرات يعني مخطئة من محور دفاع الاتحاد الطويل كان قادر يفتتح بهم النتيجة. هذه كرة الاتحاد الطويل تقطع من دفاع المرسى، ترجع من جديد من حمدي المسلمي ثم محمد العويشي، ولا لمسة اليد ضد محمد بن عزيزة، لمسة اليد ضد محمد بن عزيزة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. تتلعب الكرة مع أحمد العيادي طويلة، ما ثم إلا الدفاع يلعب الكرة الهدي خلفه مع الحارس نعيم المثلوث، يرجع الكرة كما جيت، ومرة أخرى الارتباك من حين لآخر تشاهدوه في المناطق الخلفية التي حتى طويل، كرة ترجع من الحارس حافظ ارتباك ما عندوش مبرر الأمانة، يعني من اللي رجعوا من حجرات الملابس فما ارتباك في خط الدفاع اتحاد الطويل، ما فهمناش علاش الأخطاء هذه يعني المتكررة اللي يقوم بها خط الدفاع الطويل. التماس للبرسا أحمد العيادي في التنفيذ، معاه الأسعد الجزيري ومحمد العويشي، يلعب مع محمد العويشي، خرج كرة خطيرة والدفاع يدخل، الدفاع يدخل في مرة أولى ثم خليل ساسي في مرة ثانية، ونزار العمري حاول يرجع كرة لهجوم المرسى مع تدخل محمد بن عزيز الحكمته باللعب، وأحمد العيادي يقطع العملية على اتحاد طوين، ترجع من محمد بن عزيزة يلعب الكرة، ونزار العمري خرج كرة إلى تماس، التماس يمشي خليل سيسي ينفذ التماس، يلعب مع عبدالله السوداني، عبدالله السوداني شوفوا وين يرجع المهاجم الأول لفريق اتحاد طوين، يرجع للمناطق الخلفية يلعب الكرة مع الأسعد الشعباني، الأسعد الشعباني والتمريرة تتعدى من سيف الدين الجربي، وثم ماهر العبيدي على مستوى الدفاع المرسى يرجع الكرة، ما زالت الكرة في حوار، كرة فضائية، وحمدي المسلمي يلعب كرة في عمق دفاع المرسى، يمشي على الدين صالح، على الدين صالح يخرج كرة إلى خارج الميدان، ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعد 10 دقائق، وطارق ثابت يبحث هو الآخر عن حلول كذلك، لأنه المباراة صعبة على زوز فرق بكل صراحة، زوز فرق عندهم الإمكانيات الفردية باش يخلقوا يعني الإضافة سواء في اتحاد الطويل أو في مستقبل المرسى، وكل مدرب يبحث عن النتيجة مع تأمين بطبيعة الخط الخلفي نتاع فريقه. هاجس النتيجة حافظ ربما يعني يكبل برشا رجل اللاعبين ويخليهم كل فريق خايف لا يقبل هدف، هذاك علاش ما ناش قاعدين نراو في برشا يعني كرة وبرشا يعني ريسكي، ما مش هوش قاعدين يمشيوا للهجوم، يلعبوا على أخطاء بعضهم زوج فرق. الكرة الاتحاد طويل من كريم مقني، وافتكاك الكرة لأسعد الجزيري، نعرفوا قيمة هذا اللاعب على مستوى المعارضة الدفاعية، لأسعد الجزيري إمكانيات بدنية كبيرة، موجود دفاعا وهجوما، يعني كان تقريبا واحد من مفاتيح اللعب في لقاء جيبس، نذكروا لأسعد الجزيري الدور الهجومي اللي قام به، يعني الهدف والاسيست يعني هو اللي اعطاه الباس بتاع الهدف الثاني، نذكروا في لقاء جيبس، وشفنا يعني خاصة الرول الدفاعي بتاع هذا اللعب، و يعني الإضافة الكبيرة اللي قدمها على مستوى افتكاك الكرة مختار. أكيد ملاعبي متكامل الأمانة، فنيا تكتيكيا بدنيا ريناه يعني في الوضعية الهجومية مختار، في الوضعية الدفاعية يرجع يقوم دور تكتيكي دفاعي كبير برشا، لاعب قادر يسجل كما يعطي ليزاسيست لأصحابه باش يكونوا يعني باش يسجلوا الأهداف. الكرة في وسط الميدان الهدي خلفه تتفكروا الكرة، ترجع عند خالد يحيى، خالد يحيى في الجهة اليسرى، خالد يحيى يوزع الكرة في اتجاه محمد العويشي وتتعدى على المدافع وياخذها الحارس، ياخذها نعيم المثلوثي، تعديت الكرة على المدافع أسامة العمراني، ترجع الكرة للاتحاد الطويل على الدين صالح، تتفك له الكرة ياخذها محمد العويشي، يلعب مع الأسعد الجزيري، الأسعد الجزيري أحمد العيادي، نزار العمري، نزار العمري، محمد التويتي للأسعد الجزيري، الأسعد الجزيري الحكم يطلب اللعب، ما فماش مخالفة، ترجع الكرة للاتحاد الطويل والمخالفة، لا ما فماش مخالفة، فما أعطى الأسبقية اللعب محمد بن عزيزة، أعطى الأسبقية حكم المباراة محمد بن عزيزة، يسدد في دين الحارس، يسدد في دين هيثم السويعي، ترجع الكرة بسرعة خالد يحيى، خالد يحيى
نشوفوا كذلك الدفاع العالي بالنسبه لاتحاد تطاوين وافتكاك الكره لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. الكره تتعدى لخالد يحيى، خالد يحيى وثم للخلفي مروان الخلفي، مروان الخلفي يستعد للتوزيع مباشره الكره عند خليل سيسي، يرجع الكره مدافع الاتحاد الرياضي بتطاوين، تعود من نزار العامري ولكن ياخذها لادي خلفه، يلعب مع سيف الدين الجرب، سيف الدين الجرب، سيف الدين الجرب يتقدم، يتقدم بالكره داخل منطقه الجزاء، يحاول التمرير والكره تضرب في الدفاع وتخرج الى الركنيه، تضرب الكره في المدافع في رجل المدافع وتخرج، حب يخرج كره، ثم كان علاء الدين صالح وعبد الله السوداني معاه. شوفوا الاعاده وشوفوا يعني السرعه نتاع هذا اللاعب سيف الدين الجربي، يربح الركنيه، نفس اللعب في التنفيذ الركنيه في 14 دقيقه في الشوط الثاني لصالح الاتحاد الرياضي بالتطاوين، يرفع الكره بعيده، سيف الدين الجربي خارج الميدان، ضربه مرمى اذا للمستقبل الرياضي بالمرسى، وتقريبا 60 دقيقه في المباراه بين الاتحاد الرياضي بتطاوين المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة الموسم كما تسمى هنا في تطاوين، لأنه نتيجتها باش تكون عندها أثر تأثير كبير على بقية المشوار بالنسبة للفريق المحلي. ويسقط يعني اللاعب دون إصابة، اللاعب بلال الحذيري، والحكم بطبيعة ما يجيش يوقف اللعب، اللاعب يسقط دون احتكاك لاي لاعب. بلال الحذيري تسديد من سيف الدين الجربي، جيل محمد بن عزيزه يفتح الثغره، يسدد بعيد، الكره في دين الحارس هيثم السويعي، ولا بد على الحكم باش يشوف الحاله نتاع اللاعب بلال الحذيري. اذا كره من الحارس تمشي مباشره لنعيم المثلوثي، وبكل روح رياضيه شوفوا لاعب اتحاد تطاوين هو أول من يمشي لإسعاف اللاعب أسامة العمراني على ما يبدو لي، أول ما يمشي لإسعاف اللاعب بلال الحذيري، يتوقف اللاعب مختار وكما قاعدين نشاهدوا يعني حتى على مستوى الفرص، شوفوا نهاية العملية ما فيهاش برشا تركيز بالنسبة للاتحاد الطويل. أكيد سوء تمركز من اللاعب عبد الله السوداني اللي أون برانسيب يديكروشي ويمشي للدوزيام بوتو باش يعطي حل للزميل نتاعو، لهنا تفهم ذهنيا يعني الأمانة ثقل نتيجة المقابلة مأثر على الملاعبية وعلى الأداء نتاعهم على الميدان. وفي الجهة المقابلة بالنسبة لمستقبل مرسى، مستقبل مرسى قاعد يتصرف في المقابلة بكل ذكاء للأمانة، واقف مليح دفاعيا، مسكر المنافذ، مقلق يعني اتحاد الطويل دفاعيا في يعني في وضعيه الهجوميه نتاع اتحاد الطاوين، خلق له مشاكل مش مخلي له المساحات، في المقابل خلق له مشاكل دفاعيه بهجومه السريع عن طريق خاصه اللاعب الجزيري في المرتدات. 16 دقيقه في الشوط الثاني و يخرج لاعب المرسى بلال الحذيري، وثم التغيير بالنسبه لاتحاد الطاوين، باش يدخل اللاعب اسامه العلوي مكان الهادي خلفه. إذا يخرج اللاعب رقم 8 هادي خلفه ويدخل 18 أسامة العلوي أمامكم، هذا التغيير ثاني بالنسبة لسفيان الحدوسي، بينما طارق ثابت يحافظ على نفس التشكيلة. كرة ترجع لاتحاد تطاوين سيف الدين الجربي، ثم حمدي المسلمي، أسامة العلوي، أسامة العلوي تخلط الكرة لخليل سيسي، يرجع الحمدي المسلمي، ثم لسعد الشعباني يرفع الكرة في اتجاه عبد الله السوداني، وترجع له الكرة عبد الله السوداني، يعطي التمريرة لكن ما تخلطش لسيف الدين الجربي، ثم الدفاع متفطن والكرة تعود في هجوم معاكس لفريق المرسى. لسعد الجزيري يحاول يعمل المراوغات نتاعو، وأسامة العلوي يفتك له الكرة، أسامة العلوي يرجع لسعد الشعباني، ثم أسامة العمراني، خليل سيسي، حمدي المسلمي، لسعد الشعباني، والكرة لسيف الدين الجربي، الدفاع يتمكن من افتكاكها الخلفي، والكرة ترجع للمرسى بلال الحذيري، نزار العمري، نزار العمري يحتفظ بالكرة، يرجع بها لماهر العبيد،
ماهر العبيد معها عبد الله السوداني يخلي كره لمحمد التويتي ثم مروان الخلفي مرسى دور كره في مناطقها تخلط لهيثم السويعي يلعب كره طويله ولاسعد الشعباني ثم بلال الحذيري لمحمد العويشي شوفوا ترويض ممتاز من محمد العويشي يعطي كره الجزيري يرجع للعويشي يبدل خالد يحيى خالد يحيى ومعاه في الدفاع لسعد الشعباني بكره مقصيه يبعد الكره ولكنه يبدو لي اصيب ان شاء الله بس لسعد الشعباني المدافع وقائد الفريق بالنسبه لاتحاد تطاوين يبدو انه اصيب في رجع شوفوا الاعاده وحاول ياخذ الكره بطريقه مقصيه سيزو يبعد الكرة ولكنه يبقى على أرضية الميدان. حافظ حبيت نحكي على دخول يعني اللاعب أسامة العلوي المدرب سفيان الحدوسي يعني تأكد وفاق اللي فما خلل في التنشيط الهجومي فما مشكلة نتاع مينور جو نتاع لورغانيزاسيون في سور بلان أوفونسيف هذاك علاش يعني ارتهى باش يدخل الملاعب هذا ومن اللي تخلى ريناه يلعب تحت المهاجمين في يعني خطة صنع ألعاب ربما لاعب يساري مهاري قادر باش باش ينشط الهجوم يعني اكثر. اخر تعليمات امامك من سفيان الحدوسي لعبد الله السوداني واللاعب اللي تخلى اسامه العلوي. بالضبط يعني ما قلنا المشكله في التنشيط الهجومي وفي غياب الحلول هذاك علاش ربما سفيان الحدوسي التجا للاعب مهاري اسامه العلوي باش يلعب تحت المهاجمين باش ينجم يزودهم يعني بالتمريرات الحاسمه اللي تخليهم ربما يفتتحوا النتيجه ويسجلوا الاهداف. اذا يقوم لسعد الشعباني لاباس والتغيير في المستقبل الرياضي بالمرسى يدخل المهاجم فخر الدين العمدوني مكان على كل ما شفناش اللاعب اللي خرج يدخل اذا فخر الدين العمدوني في الهجوم ترجع الكره لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى احمد العيادي لسعد الجزيري يعدي كره لفخر الدين العمدوني وافتكاك الكره من الدفاع ترجع الكره في اتجاه عبد الله السوداني معاه ماهر العبيدي يخلي الكره تخرج ضربه مرمى ضربه مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى هيثم السويعي يرجع الكره طويله محمد بن عزيزه ثم محمد التويتي والكره في اتجاه لسعد الجزيري لكن تخرج الى التماس اذا نتبعوا التغيير فخر الدين العمدوني قلنا هو اللي دخل بالنسبه لتشكيله المستقبل الرياضي بالمرسى والكره من اسامه العلوي كريم مقدي محمد بن عزيزه محمد بن عزيزه لسيف الدين الجربي سيف الدين الجربي والكره تخرج الى التماس لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين محمد بن عزيزه يلعب الكره مع اسامه العلوي او علاء الدين صالح ولكن ترجع من نزار العمري طويله كما جات الكره ثم فخر الدين العمدوني ولكن تخلط الحارس نعيم المفلوثي شوفوا المستقبل الرياضي بالمرسى يبعد يعني المهم يبعد الكره من مناطقه ويحاول يحط من خطوره هجوم اتحاد تطاوين نزار العمري نزار العمري يرجع بالكره لماهر العبيدي ماهر العبيدي طويله في اتجاه فخر الدين العمدوني والكره تعود من كريم مقني علاء الدين صالح علاء الدين صالح يرجع اسامه العلوي اسامه العلوي ثم محمد بن عزيزه محمد بن عزيزه يعطي كره لعبد الله السوداني ويدخل الدفاع في مره اولى ومره ثانيه والمخالفه وثلاثه لاعبين على ارضيه الميدان اللاعب اللي خرج هو بلال الحذيري من مستقبل مرسى وخذا مكانه فخر الدين العمدوني هذا هو التغيير الوحيد بالنسبه لطارق ثابت بينما زوج تغييرات قام بهم سفيان الحدوسي المخالفه للمستقبل الرياضي بالمرسى اذا دخول مهاجم بالنسبه للمرسى مختار وخروج متوسط ميدان هجوم
اكيد يعني شفنا النزعه نتاع طارق ثابت والرغبه نتاعو باش يمشي اكثر للهجوم، يعني زاد ملاعب هجوم قلب هجوم صريح وتخلى على لاعب وسط ميدان، من هنا نفهم كانوا حب ربما يضغط اكثر على محور دفاع اتحاد تطاوين اللي مرتبك وياي قاعد يقوم باخطاء. في المقابل فما رغبه نتاع اتحاد تطاوين بالتغييرات نتاعو باش يمشي اكثر للهجوم، دونك تغيير هجومي من شيره المرسى باش يخلي ربما اتحاد تطاوين اكثر في مناطقه ويرد باله اكثر، يعني ما يتقدمش بشكل اللي يقلق به مستقبل المرسى. الهجوم لاتحاد تطاوين محمد بن عزيزه، سيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي لخليل سيسي يلعب مع سيف الدين الجربي، ممتازه التمريره، الجربي يوزع والكره ترجع من الدفاع، لكن ما زالت كريم مقني محمد عبد الله السوداني داخل منطقه الجزاء يتمكن باش ياخذ الكره يوزعها، وسيف الدين الجربي راسيه في دين الحارس سيد مسويعي، كره راسيه من سيف الدين الجربي، مصدر الخطوره بالنسبه لاتحاد تطاوين هذا اللعب، وكورته الراسيه هو التي لاقت العملية كانت منه مختار وهو اللي كملها بتسديدة رأسية. شوفوا الكرة قوية حب يغلط بها الحارس ولكن اخذها في الأخير هيثم السويعي. أكيد هذه القيمة الفنية متاع الملعبية اللي قادرين يعملوا الفارق في المقابلات وقت اللي تغيب الحلول الجماعية، الحلول تكون فردية. شفنا القيمة الفنية والبدنية والتكتيكية للملعبية هذوم كيسوا جربي من شيرة يعني اتحاد تطاوين ولا الجزيري من شيرة مستقبل مرسى، زوز ملعبية قادرين يحثوا الفارق على أي كرة في أي لحظة في المقابلة. وحكينا عليه هذا زاد في المباريات السابقة أكثر لاعب يعني سيف الدين الجربي أكثر لاعب هو أو أكثر لاعب مشاركة في فريق اتحاد تطاوين، لعب 24 مباراة منذ انطلاق الموسم، يعني احنا نلعب الان في المباراة رقم 26، منهم 23 مباراة كان اساسي ورقم مهم جدا 1944 دقيقة بالنسبة لسيف الدين الجربي لعب اتحاد تطاوين. الكرة عنده مستقبل يذهب للمرسى ونزار العمري يربح مخالفة، المخالفة لمستقبل المرسى، والحكم ينبه على محمد بن عزيزة متوسط ميدان الاتحاد الرياضي بتطاوين على 25 مباراة، انتصر في 4 مقابلات فريق اتحاد تطاوين. كرة ترجع اذا بمخالفة، ننتظر التنفيذ من محمد العويشي يرفع الكرة، ترجع من سيف الدين الجربي ويعود ياخذها نزار العمري يكمل بها الهجوم لمستقبل مرسى، يحاول التوزيع في مرة أولى وخليل سيسي خرج كرة إلى تماس، تبقى الكرة لمستقبل المرسى. أحمد العيادي في تنفيذ التماس طويل والدفاع يرجع الكره، يعود ياخذ احمد العيادي راسيه، محمد العويشي معاه اسامه العلوي، والكره تخرج في اتجاه عبد الله السوداني لكن التماس قبل. ادركنا دقيقه 27 في الشوط الثاني والتعادل دائما بدون اهداف، ما شاهدناش فرص في الشوط الثاني على عكس الشوط الاول اللي شاهدنا فيه بعض الفرص السانحه من مستقبل مرسى وكذلك من اتحاد تطاوين. اكيد حافظ المستوى ربما زاد نزل شويه في الشوط الثاني وغلبت عليه الحسابات التكتيكيه، رغم اللي لونتام تاع دوزيام ايتون كانت فيه افضليه لمستقبل مرسى فيو اللي خط دفاع يعني اتحاد تطاوين ارتكب عديد الاخطاء وعطى برشا كرات المنافس. هذه هجوم كان لمستقبل مرسى عن طريق فخر الدين العمدوني، ولكن المخالفه لدفاع فريق اتحاد تطاوين. كرة عند خليل سيسي، 4 انتصارات لحققها فريق تطاوين كانت هنا في الملعب في ملعب نجيب الخطاب، بينما حقق 10 تعادلات، 5 في ملعب تطاوين هنا و5 يعني خارج الميدان، ثم 11 هزيمة، 4 هزائم في ملعب تطاوين و7 هزائم عندما يتنقل الفريق إلى خارج هذا الملعب. هذه بعض الإحصائيات بالنسبة لفريق اتحاد تطاوين في هذا الموسم، وهي لا تعكس بكل صراحة يعني المستويات اللي قدمها في برشا مقابلات كانت مستويات طيبة بحكم الرصيد البشري الثري لفريق اتحاد تطاوين.
عنده برشا لاعبين ممتازين، ولكن في بعض الأوقات النتائج ما تبعدش بالنسبة لهذا الفريق. كرة ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى، والتماس التماس لصالح المستقبل حسب رأية المساعد. أكيد حافظ، خاصة في مرحلة البلاي أوت، يعني الأمانة فريق اتحاد تطاوين ما كانش موفق بالشكل المطلوب، فيو اللي عنده زوز انتصارات فقط، 5 هزائم و4 تعادلات، دونك بحساب النقاط ما جناش النقاط الكافية اللي تخليه يلعب بإريحية كبيرة برشا. وناهيك وكان راهو اليوم يعني كان مقابلة مصيرية بالنسبة لاتحاد تطاوين، يعني في الصراع نتاعو في البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، رغم كما سبق وحكيت حافظ على الزاد البشري الكبير الموجود في اتحاد تطاوين. النتائج ما تبعتش العديد الظروف، فما ظروف داخليه وظروف خارجيه، فما ظروف ماديه، فما ظروف موضوعيه. نعرف احنا حكام كره القدم مش ديما يعني النتائج تتبع الاداء وتعكس يعني الزاد البشري الموجود، رغم اللي يعني اللي حقه اتحاد تطاوين تعجز الفرق باش تحقه، يعني فريق صعد في خلال 4 مواسم الرابطات الجهويه توجد يعني في الرابطه المحترفه الاولى، جوستومون ماهيش مش من العمل الهين. دونك اذا كان ضمن البقاء نتاعو اتحاد تطاوين، وان شاء الله يضمن البقاء نتاعو بانتصاره في المقابله هذه، يكون عمل يعني اكسبلوا كبير برشا. واذا كان احكام الكره شاهد باش ربما يغادر الرابطه المحترفه الاولى، فريق يعني ينجم تكون له موسم خبره ويبني عليه في قادم المواسم على كل. احنا بالنسبه لنا نقولوا البقاء للاجدر بالطبيعه، اكيد نعرفوا اللي فما برشا فرق، هو الحقيقه مازال ما فما حتى فريق حسابيا منع وحقق البقاء نتاعو في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نعرفوا اللي الملعب الجيبسي وكذلك مستقبل جيبس يلعبوا باكثر راحه بالطبيعه، ملعب الجيبسي 19 نقطة ومستقبل جيبس 18، حتى نادي بنزرتي كذلك صعد في الترتيب الى المركز الثالث 15 نقطة، لكن الفرق الكل حسابيا ما زالت تلعب، خاصة بعد التعادلات اللي صارت في الجولة الفارطة ولكن يعني إذا كان نقرب أكثر نقولوا اتحاد تطاوين، ترجي جرجيس، شبيبة القيروان وضعيتهم صعيبة، نضيفوا لهم مستقبل المرسى إذا كان اليوم يحقق حتى نقطة التعادل في تطاوين، ربما تكون مهمة جدا النقطة هذه في مصير البقاء بالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى. بقية الفرق في حاجة أن تحقق انتصارات، لازم تحقق نقاط، شبيبة القيروان، ترجي جرجيس، وكذلك الاتحاد الرياضي بتطاوين، وخاصة هذا الفريق اللي يقبع في مؤخرة الترتيب المرتبة الأخيرة برصيد 10 نقاط فقط، بينما مستقبل مرسى المنافس نتاعو اليوم بالمرتبة الخامسة برصيد 14 النقطة هذه مخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى بعد ما توقف اللعب منذ قليل لفترة، يعني ترجع الكرة الآن بمخالفة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. ومحمد العويشي على مستوى التنفيذ يلعب الكرة مع الأسعد الجزيري، يتمكن من الترويض، يرجعها لمحمد العويشي، يخرج له كريم مقني، يلعب خالد يحيى يتمكن من التوسيع ويسقط المهاجم ويسقط وحده يعني فخر الدين العمدوني، والكرة ترجع من محمد التويتي مباشرة للحارس نعيم المثوثي. كنا نحكيه عن الرصيد البشري الثري والممتاز لفريق اتحاد تطاوين، على العكس من ذلك المستقبل مرسى كانت عنده بداية موسم صعبة جدا، نعرف المشاكل المادية لهذا الفريق اللي ما تمكنش يعني باش ينتدب يعني لاعبين في الفترة الأولى نتاع البطولة وفي التحضير للموسم، ولكن مستقبل النادي بالمرسى ديرك بعد ما ضمن البقاء نتاعو في الرحلة الأولى من البطولة قام ببعض الانتدابات على غرار حسام الحبيبي اللي موجود اليوم في محور الدفاع، كذلك فخر الدين العمدوني وفهمي برمضان وكذلك كيري ارنست. هذا التغيير بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، دخول رفيق الكمرجي، عودة هذا اللاعب، وخروج محمد بن عزيزة، إذا مهاجم مكان وتوسط ميدان مرة أخرى بالنسبة لسفيان الحدوسي. قلت إذا تمكن مستقبل مرسى باش يقوم ببعض الانتدابات وينقذ الموسم نتاعو ويبقى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. على كل هذه الوضعيات اللي نحكيو عليها رأيتهم كل الفرق والمشاكل المادية تقريبا ضربت كل الفرق في البطولة التونسية، ولكن كل فريق كيفاش تعامل مع هذا المشكل ومع لاعبيه بالطبيعة الأمر يختلف من فريق لآخر ومن إمكانيات لأخرى. هذه مخالفة خطيرة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد ما تجاوزنا من الساعة في الشوط الثاني دقيقة 33 يعني الدقيقة 78 في المباراة، مخالفة مهمة خطيرة. أسامة العلوي في التنفيذ يرفع الكرة وجانبية بعيد، جانبية الكرة ترجع بضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى.
حافظ اللي لاحظناه منذ بدايه المقابله رغم اللي قلنا في الوضعيات كما هكا يعني الكرات الثابته ينجم يكونوا حل لتسجيل الاهداف، الا ان اتحاد الطويل ما استغلش الكرات الثابته هذوما وجلهم يعني قام بتنفيذهم يعني بطريقه سيئه جدا، تخرج مباشره الكره يا اما للتماس يا اما للست امتار. الكره ترجع اذا في وسط الميدان بعد هذه المخالفه، ثم كريم مقني، الاسعد الشعباني، حمدي المسلمي، حمدي المسلمي يرجع بالكره لاسامه العمراني، اسامه العمراني ثم حمدي المسلمي، حمدي المسلمي، حمدي المسلمي يخرج كره يتفطن لها الاسعد الجزيري. ياهو هذا هو الرول اللي قلت عليه المهم جدا بالنسبه لاسعد الجزيري على مستوى الدفاع وخاصة في الرواق الأيسر لهجوم اتحاد تطاوين. الكرة عند سيف الدين الجربي داخل منطقة الجزاء وسع بعيد، بعيدة من سيف الدين الجربي خارج الميدان. غياب التركيز حكينا عليه منذ بداية الشوط الثاني بالنسبة لفريق اتحاد تطاوين، نعرفوا على المستوى الذهني صعب، قلت مباراة فيها ضغط كبير ياسر على اللاعبية من الجماهير الحاضرة هنا اللي طالب بالانتصار ولا شيء غير الانتصار في هذه المباراة. سيف الدين الجربي يرفع الكرة، ترجع من الدفاع اقحام رفيق الكمرجي، اكيد مش يكثر عمق لهجوم اتحاد تطاوين. كرة من اسعد الشعباني مباشرة عند اسامة العلوي، يروض بالصدر ويلعب مع خليل سيسي، ثم حمدي المسلمي، حمدي المسلمي لاسعد الشعباني، لاسعد الشعباني يلعب كرة رفيق الكمرجي لكن انتخل الدفاع والحارس يخرج والحكم يطلب اللعب، يبقى عبد الله السوداني ملقى على ارضيه الميدان، تتعدى الكره ثم اسامه العمراني ومحمد العويشي ياخذ الكره، فخر الدين الجزيري فخر الدين العمدوني قلت الجزيري، والكره تعود عند سيف الدين الجربي. الهجوم الاتحاد الطويل، سيف الدين الجربي يحاول يدخل داخل منطقه الجزاء، يتمكن من التوزيع ونزار العمري في المتابعه، نزار العمري يرجع الكرة، محمد التويتي ويلعب مع خالد يحيى، خالد يحيى الهجومات المعاكسة الاختيارة الآن للمستقبل اللي بالمرسى، يقدم اتحاد تطاوين أكيد باش يترك بعض المساحات. خليل سيسي، خليل سيسي يلعب في وسط الميدان مع أسامة العلوي، أسامة العلوي تتعدى الكرة لسيف الدين الجزير، سيف الدين الجربي والراسية وإمكانية التهديف والحارس يتصدى، إمكانية التهديف والحارس هيثم السويعي، فرصة هدف محقق تضيع على اتحاد تطاوين بعد عملية من سيف الدين الجربي. شوفوا التوسيعة ولا بياخوش الكرة المدافع عبد الله السوداني، يبقى في حوار مع الحارس هيثم السويعي اللي يرتمي على الكرة بتاعه بكل شجاعة، خذا كورته الحارس يبدو لي اصيب ان شاء الله لاباس، كذلك لعب الاتحاد الرياضي بتطاوين وفرصه كبيره مختار تضيع على الفريق المحلي. اكيد فرصه كبيره ما احسنش استغلالها يعني عبد الله السوداني للامانه في وضعيه سانحه للتسجيل في وقت كما هذا، وقت حساس برشا، مازالوا 10 دقائق على نهايه المقابله، وهذا راجع يعني للضغط الكبير اللي بدا يضغط فيه اتحاد تطاوين على دفاع مستقبل مرسى، خاصه بعد التغيير الاخير اللي قام به المدرب سفيان الحدوسي واقحامه يعني للكمرجي، مشى يعني كليا للهجوم اتحاد تطاوين وبراتيكمون يلعب بزوز قلب هجوم وزوز لاعبين في الاطراف، اربع مهاجمين، ان شاء الله يكمل بالنسق هذايا وبالمردود هذايا، لكن لابد باش يرد باله ويكون متوازن دفاعيا على خاطر في الهجمات المرتده مستقبل مرسى قادر باش يفتتح النتيجه. في المقابل يعني رينا حارس مرمى يعني مستقبل مرسى اللي خلى فريقه موجود في المقابله وفسخ هدف يعني ما فيش كلام. إذا ترجع المقابلة بعد إسعاف الحارس والفرصة كبيرة تضيع على فريق اتحاد تطاوين. إذا كرة عند سيف الدين الجربي ثم مطالبة بمخالفة المستيد على كل الكرة ترجع لمستقبل مرسى والمخالفة والأنذار، الأنذار ضد خليل سيسي، ثم مطالبة بالمستيد وخليل سيسي ينظر المدافع الايسر لاتحاد تطاوين، قلت قبل المخالفه هذه كان ثم مطالبه بلمستيد في دفاع المستقبل بالمرسى،
المخالفة إذن لمستقبل المرسى. الجماهير ما زالت تشجع فريقها لآخر رمق هنا في ملعب نجيب الخطاب في محاولة لإعطاء الدفع المعنوي للاعبين في مباراة مهمة جدا ومسيرية بالنسبة لفريق اتحاد تطاوين. والكرة تخرج لأنه قلنا النقطة ربما تعطي أكثر من فصل لمستقبل المرسى اللي عنده 14 نقطة على مستوى الترتيب في المرتبة الخامسة، ولكن نقطة ربما ما تعاونش برشا اتحاد تطاوين اللي عنده 10 نقاط فقط، وخاصة أنه يلعب آخر مباراة على ميدانه، يبقاو له زوج تنقلات باش تكون صعيبة. فريق اتحاد تطاوين واحدة البنزرق والثانية الجبس، يعني الجولة الأخيرة. إذا التماس أحمد العيادي يعني مستقبل مرسى، والتغيير باش يدخل الآن بلال بن مسعود ويخرج محمد التويتي، يعطي شارك قيادة، لا أعطاه شارك قيادة محمد التويتي. محمد التويتي أعطاه شارك قيادة لبلال بن مسعود، ولكن نشوفوا اللاعب اللي خرج وخذا مكانه بلال بن مسعود. التماس للمستقبل الرياضي بالمرسى قبل 6 دقائق من نهاية المباراة. أحمد العيادي نفذ التماس والكرة ترجع لصالح الدفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين. كرة طويلة لكن ما تخلطش من أسامة العلوي، تخرج للتماس للمستقبل الرياضي بالمرسى. اللاعب اللي خرج يبدو لي نزار العمري هو اللي خرج وخذا مكانه بلال بن مسعود. هذا هو التغيير الثاني بالنسبة لطارق ثابت بعد دخول فخر الدين العبدولي في بداية الشوط الثاني. كرة عند بلال بن مسعود في وسط الميدان، لا نزار العمري موجود، مش هو اللاعب اللي خرج. ولسعد الجزيري عنده الكرة، لسعد الجزيري، لسعد الجزيري يتقدم يلعب الكرة مع فخر الدين العمدولي، ولكن تخرج ضربة مرمى لصالح اتحاد تطاوين.